بطل المغرب 17 مرة. الوداد أيضا لم يكن رحيما بضيفه حين باغته منذ الدقيقة الثالثة بهدف محسن ياجور. بدأ المضيف في طريقه لتحقيق فوز كاسح، لكن الاتحاد الزموري قاوم إلى أن أنهى النصف الأول بهدف وحيد فقط في شباكه. لعبنا ضد فريق اللي هو كبير اون بلان كومبيتيسيون كيشارك في عصبة الابطال المغرب الافريقيه. حنا الحمد لله انا من الجانب ديالي وجانب الاطر التقنيه فحنا مرتاحين على الاداء ونتمنى ان الفريق يكون مستقبلا احسن ان شاء الله. انخفض ايقاع المباراه بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني، ولم يرتفع الا بعد دخول يوسف القديوي مهاجم الجيش السابق، اعطى الحلول لزملائه في الخط الامامي ومنح زميله البديل باسكال انغان كرة الهدف الثاني في الدقيقة 78. هدفان مقابل لا شيء وثلاث نقاط افتتاحية. لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل بالنسبة لتحقيق النقاط الثلاثة والأهم، خصوصا وأننا على موعد مع لقاء كبير بعد أسبوع من الآن. أتمنى أن أعود بالفوز من تونس. الوداد يقتسم الصدارة رفقة الماس فيما تأجلت أولى نقاط وأهداف لزدكا حتى إشعار آخر.